استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تحتفل الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، وتحقيقا لتوجيهات سموه في هذه الغاية العظيمة يتم رفع علم الدولة عبر مباني الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية بشكل متزامن في تمام الساعة 12 ظهرا كإشارة لتوحد علم دولة الإمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة. وتتولى مؤسسة وطن الإمارات تنظيم الاحتفال بهذا اليوم العظيم، وقد اختارت مهرجان الفن التشكيلي العربي ليشارك الاحتفال لهذا العام، ومن خلال دعوة 150 فنان تشكيلي عربي للمشاركة برفع العلم الإماراتي ورسم جدارية تاريخية تمثل معاني التوحد والتلاحم التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل من الله وعزيمة الأوائل المؤسسين الذين تجاوزت رؤيتهم وبصيرتهم الحاضر لتلامس المستقبل. يمثل يوم العلم رمزا للوحدة والوفاق على الساحة الإماراتية، وتجديدا للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيد لصورة إماراتية مشرقة تخفق فيها الرايات فوق كل البيوت، تأكيدا على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء الإمارات. فيما يستذكر شعب الإمارات خلال احتفاله بيوم العلم مسيرة التمكين الشاملة التي قادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى أرفع المراتب المتقدمة في العالم. يصر الفنانون العرب التشكيليون وتكريما لدولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في يوم العلم من خلال مهرجان الفن التشكيلي العربي بإقامة معرض فني خاص بهذه المناسبة الغالية، وعمل ورشات عمل في الإمارات السبع مع طلبة المدارس والجامعات لرسم أجمل اللوحات التي تعزز مفهوم العلم كرمز للوحدة الوطنية والتلاحم، وكذلك المشاركة برسم جدارية تاريخية قياسها 12 متر في 150 متر وهي أطول وأعرض جدارية تاريخية ستدخل موسوعة جينيس بإذن الله لتكريس ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزا للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قال بهذه المناسبة كلمات خالدة: لنرسل رسالة واحدة، إننا لسنا إمارات، نحن دولة الإمارات. علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، وهو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا. نجدد العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله. وبما لهذه المناسبة من مكانة غالية على قلوبنا جميعا من صغير وكبير ومن إماراتيين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة التي لم تبخل على أحد من أبنائها ولا المقيمين فيها، حيث يكن الجميع معزة ومحبة خاصة لها بقيادته الرشيدة التي أسست لدولة عصرية تسابق الزمن من أجل مستقبل مبهر للجميع ولإسعاد الناس في القطاعات كافة. وبما أن دولة الإمارات أصبحت اليوم ملاذا حقيقيا لكل المبدعين في العالم، لمن يريد أن يحقق حلمه بفضل الجهود المبذولة لتشجيع الابتكار والتميز، تتشرف تيليثون بحصولها على حق وامتياز تنظيم هذه الفعالية والإشراف على تنظيم مهرجان الفن التشكيلي العربي للاحتفال بيوم العلم الإماراتي، لنعبر أيضا عن مدى محبتنا لهذا البلد ولقيادته وعلمه. وهو يوم للتاريخ نسطر فيه جميعا ونردد معا: عاشت الإمارات.